في خطوة قد تعمق الأزمات المتشابكة في منطقة الشرق الأوسط، شهدت الأيام الأخيرة تصعيداً غير مسبوق في التوترات بين إيران والكيان الإسرائيلي على خلفية حادث استهداف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال زيارته إلى طهران لحضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. هذا الحادث الذي لم يمر بسلام قد أثار ردود فعل قوية من الجانبين وألقى بظلاله على الأفق الأمني والسياسي في المنطقة. الزيارة التي كان من المتوقع أن تعزز التحالفات الإقليمية تحولت إلى نقطة احتكاك كبيرة، حيث تظهر الأحداث الأخيرة مدى هشاشة الوضع الأمني والقدرة على إشعال فتيل الصراع. تصريحات إيران بعد الحادث كشفت عن درجات عالية من الاستياء والتهديد بالرد، بينما توعد الكيان الإسرائيلي باتخاذ خطوات صارمة لحماية أمنه، ما يضع المنطقة على شفا مواجهة محتملة، في حين تسعى إيران إلى تعزيز موقفها الإقليمي وتأكيد دعمها لحركة حماس في مواجهة الضغوطات الإسرائيلية. فإن الكيان الإسرائيلي يشدد على أن هذه التطورات تشكل تهديداً مباشراً لأمنه، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي. هذا التصعيد يعكس تحولات عميقة في العلاقات الإقليمية، وقد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة على استقرار المنطقة. مع ازدياد حدة الصراع تتزايد المخاوف من انفجار أوسع للأزمات، ما يستدعي اهتماماً دولياً جاداً للبحث عن حلول دبلوماسية تضمن تهدئة الوضع قبل تفاقمه، إذ يتعين على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً في دعم جهود خفض التوتر وضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. في ظل الأجواء المشحونة التي تسود منطقة الشرق الأوسط، تطل القضايا الأمنية بنظرات حذرة وتوقعات مقلقة. في هذا الإطار رصد تقرير للقناة 12 العبرية القدرات العسكرية لإيران وتصاعد التوترات مع الكيان الإسرائيلي، حيث كان المشهد العام يتسم بترقب حذر من الجانبين. تتجلى الاستعدادات في تل أبيب مع التهديد المتزايد من جانب إيران وحلفائها في محور المقاومة، خصوصاً بعد اغتيال قائدين اثنين بارزين هما رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. هذه الأحداث فتحت أبواب التساؤلات عن مدى استعداد إيران لرد الفعل، وما إذا كانت ستستخدم ترسانتها الهائلة من الصواريخ والطائرات بدون طيار ضد إسرائيل. كان قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق كينيث ماكنزي قد قدر في عام 2022 أن إيران تمتلك أكثر من 3000 صاروخ باليستي مع مدى يصل إلى حوالي 2000 كيلومتر، ومن بين هذه الصواريخ تبرز منظومات سجيل وخرمشهر كأطول مدى، حيث يصل مدى خرمشهر إلى 3000 كيلومتر، مما يجعلها قادرة على ضرب أهداف داخل إسرائيل. إضافة إلى ذلك، تمتلك إيران صواريخ كروز مثل سومر الذي يتراوح مداه ما بين 2000 و3000 كيلومتر، إلى جانب طائرات بدون طيار متطورة مثل شاهد 136 التي تعتبر من الأسلحة الفعالة رغم تكلفتها المنخفضة مقارنة بنظيراتها. أما فيما يتعلق بدقة الصواريخ، فقد انتقلت إيران من تصنيع صواريخ جديدة إلى تحسين القدرات الدقيقة للصواريخ القديمة مثل تلك التي بحوزة حزب الله، مع إدخال تقنيات الملاحة عبر الأقمار الصناعية. أصبحت الصواريخ أكثر دقة، حيث يقدر أن دقة صواريخ حزب الله المعدلة تصل إلى نحو 10 أمتار. لكن التحدي الأكبر يكمن في سرعة الأسلحة، فالصواريخ البالستية بفضل سرعتها العالية قد تصل إلى إسرائيل في غضون حوالي 12 دقيقة من إطلاقها، بينما تحتاج صواريخ كروز إلى حوالي 2 ساعة، في حين أن الطائرات الانتحارية بدون طيار تسير بسرعة أقل وتستغرق 9 ساعات للوصول إلى هدفها. هذه الفروق الزمنية تجعل الدفاع عن إسرائيل أمراً معقداً، وتبرز أهمية التحضير والتخطيط الاستراتيجي في مواجهة التهديدات المتزايدة.
حتى نهاية التسعينيات كانت الصناعات الدفاعية الإيرانية تنتج صواريخ TMS التي كانت تتميز بمسار حاد، لكن مع مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بدأت إيران في تطوير رؤوس حربية موجهة باستخدام الملاحة عبر الأقمار الصناعية GNSS. بدلاً من تصنيع صواريخ جديدة، انتقلت إيران إلى تحسين الصواريخ الحالية، حيث قامت بتفكيك صواريخ قديمة بما في ذلك تلك التي يمتلكها حزب الله وإعادة تعديلها لتشمل رؤوساً حربية موجهة بالملاحة عبر الأقمار الصناعية. هذه التعديلات أدت إلى تحسين دقة الصواريخ بشكل ملحوظ، حيث يقدر أن صواريخ حزب الله المعدلة تصل دقتها إلى نحو 10 أمتار. الصواريخ البالستية تتميز بسرعتها العالية، لكنها تفتقر إلى القدرة على المناورة، ما يجعلها تصل إلى أهدافها بسرعة أكبر مقارنة بصواريخ كروز التي تعتبر أبطأ لكنها تتمتع بقدرة على المناورة. على سبيل المثال، الصواريخ البالستية قد تصل إلى إسرائيل خلال حوالي 12 دقيقة من لحظة الإطلاق، في حين أن صواريخ كروز تستغرق حوالي 2 ساعة للوصول إلى الهدف. أما الأسلحة الضالة الإيرانية مثل الطائرات الانتحارية بدون طيار فتبلغ سرعتها حوالي 250 كيلومتراً في الساعة، ما يجعل وقت وصولها إلى إسرائيل يستغرق نحو 9 ساعات، كما حدث في الهجوم الذي استهدف تل أبيب من اليمن واستغرق 16 ساعة للوصول. يعتبر نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي من الأكثر تقدماً وتنوعاً على مستوى العالم، حيث يعتمد على منظومة دفاع متعددة الطبقات لمواجهة تهديدات متنوعة. يشمل النظام صواريخ Arrow 3 و Arrow 2 التي تهدف إلى اعتراض الصواريخ البالستية، حيث صمم Arrow 3 لاعتراض الصواريخ خارج الغلاف الجوي، بينما يختص Arrow 2 بالاعتراض داخل الغلاف الجوي، وقد دخلت منظومة Arrow 2 الخدمة عام 2000، بينما تم تفعيل Arrow 3 في عام 2017. تعتمد هذه الأنظمة على تدمير الصواريخ المستهدفة إما عبر شحنة ناسفة أو عبر الطاقة الحركية. إضافة إلى ذلك، يمتلك نظام مقلاع داود القدرة على اعتراض الصواريخ والقذائف المتوسطة المدى وصواريخ كروز، ويتميز بصاروخ اعتراضي سريع المناورة مزود بنظامي رادار واستشعار كهروضوئي. بعد نجاحه في الهجوم الإيراني على إسرائيل في إبريل، بدأت إسرائيل في إحالة أنظمة باتريوت القديمة إلى التقاعد واستبدالها بنظام مقلاع داود الذي يعتبر أكثر اقتصادية وفعالية. وفيما يتعلق بالقبة الحديدية، فهي مخصصة للتعامل مع التهديدات الصاروخية على مسافات تصل إلى 40 كيلومتراً، وتعمل بطريقة الانفجار بجانب الهدف بدلاً من إصابته مباشرة. أخيراً، تم إدخال قبة بحرية جديدة على السفن الساعر 6 لتوفير حماية مماثلة في البحر.